اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني علي من الطائفة النجارية، ومكث بهم شهرا سكيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمريا، وأنا للزمان أن يجلي عنه صلاة، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاد فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا الصدور يا الله. يا نبي سلام
يا حبيب السلام عليك صلاة الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مرحبا يا
مرحبا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طال البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا للأيداع الحمد لله الحمد لله والشكر لله أزكى الصلاة والسلام لرسول الله أزكى الصلاة والسلام لرسول الله الحمد والشكر لله أزكى الصلاة والسلام لرسول الله أزكى الصلاة والسلام لله وكريم الأرواح منا باللقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله على محمد مرحبا وعلى آله وسلم مرحبا صلي وسلم وبارك.